يجري اتحاد الإذاعة والتلفزيون بالاشتراك مع المركز القومي للبحوث التربوية بحثا ميدانيا لتقويم البرامج التعليمية التي تقدم بالإذاعة والتلفزيون في المناطق التالية: القاهرة، الأسكندرية، الإسماعيلية، المنصورة، الزقازيق، المنيا، أسوان، العريش. وسوف يقوم عدد من باحثي الاتحاد والمركز بإجراء مقابلات مع الطلبة والمدرسين في المدارس ودور العلم. واتحاد الإذاعة والتلفزيون والمركز القومي للبحوث التربوية يناشدان المسؤولين عن العملية التعليمية والطلبة التعاون مع فريق البحث الذي يستهدف صالحاً عاماً. موضوع حلقتنا الأساسي النهاردة لمبارفي، لكن طبعا مش معقولة زي ما احنا متفقين ان احنا بنشتغل زمن لوحده مستقل، وإلا بنعتقد ان احنا ممكن في الحياة واستخدام اللغة بنقتصر على استخدام زمن واحد. احنا على مدى اسبوعين عرفنا مع بعض كيف نستخدم ومتى نستخدم البريزون والباسي كومبوزي والفوتور، والنهارده هنشوف امتى نستخدم الامبارفي. ولذلك قبل ما نقول ما نتكلم عن خاصيه الامبارفي بنتذكر مع بعض الازمنه المختلفه. احنا دلوقتي لما اقول maintenant je suis à la télévision j'explique et vous écoutez. Maintenant, je suis à la télévision, j'explique et vous écoutez. مستخدمة البريزون ليه؟ لأن طبعا أنا دلوقتي بقول أنا الآن في التلفزيون، أنا بشرح وأنتوا بتستمعوا. طبعا استخدمت البريزون هنا لأن بيعبر عن أحداث بدأت ولم تكتمل، وهي مستمرة ولم تكتمل ساعة التعبير إيه عنها. فإذا البريزون زي ما احنا متفقين انه بيعبر عن حدث بدأ ولم يكتمل في اللحظة اللي بعبر عنه فيها، طبعا سواء حدث بيحدث او حقيقة او حدث بيتكرر. لما اقول كده جو سويز اريفي